طبعا القطاع الخاص، لان القطاع الخاص انا بقول لحضرتك ممكن تزود نفسك منه، ممكن راتبك يبقى اعلى، تعرف تعيش منه، تعرف تامن حياه لنفسك، تتجوز، تعيش حياتك. طبعا الوظيفه الحكوميه احسن طبعا بكتير عن الخاص. الخاص ممكن في اي وقت ما يقول لك مع السلامه، لكن الحكومه بتبقى ضامن حقك. والله هو في الزمن دوت، والله يعني الزمن دوت الخاص افضل، بس الناس بتتمنى الحكومه من حيث التامين على النفس. القطاع الخاص اللي هو الفكره في الناس بتبقى انت كل الحاجه اللي انت بتعملها دي من فلوسك، يعني انت بتصرف على الشغل والناس اللي بتجيبها. انت لو ما اهتمتش بالقطاع الخاص بتاعك مش هتنجح، لكن الحكومه ساعات يعني بيبقى تدخل بقى والمرتبات بتبقى ضعيفه. اول حاجه الحكومه المواعيد بتاعتها بدري، بتطلع بدري في ميعادك. القطاع الخاص بتطلع متاخر، بس القطاع الخاص بيبقى الفلوس بتاعته اكتر. لكل حاجه ليها مميزات وليها عيوب، يعني الوظيفه الخاص ممكن يكون فيها المرتب احسن. لا اعتقد ان الوظيفه الحكوميه ما بقتش مهمه زي زمان، لان القطاع الخاص بيبقى الراتب فيه اعلى بكتير من الحكومه، وزي ما قلت لحضرتك كده بيبقى على قد العمل. لو موظف مميز بيشتغل في القطاع الخاص بيقدر ياخد مرتب هو عايزه يكفي التزاماته، لكن في نفس الوقت لازم المرتب ده بيبقى قصاده عمل. القطاع العام مرتبه قليل بس في نفس الوقت شغله قليل. انا ضد جملة فاتك الميري اتمرمخ في تراب. جديدة، ما مش فاهمها اصلا، مش فاهمها. هي دي حقيقة، يعني الناس بتتمنى فعلا ان هي تتمرمخ في تراب الميري. يعني مش كل الناس بتحب الميري. خلاص بقى ما بقاش موجود.